السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الرابعة من برنامج إصنع نجاحك بنفسك. وهذا البرنامج الرمضاني إن شاء الله بتكون من 30 حلقة. إخواني الأفاضل، أتمنى أنكم تكونوا شاهدتم الحلقات التي مضت، واليوم حلقتنا مميزة حتكون هي بعنوان طريقة التفكير. كل إنسان إخواني الأفاضل بتميز بطريقة تفكير معينة عن الآخر، وهذا طبعا حيساعده في أنه يكون طريق النجاح أسهل وأفضل وأسرع من غيره إخواني الأفاضل. إذن خلونا نبدأ هذه الحلقة على بركة الله، واللي ما هو مشترك في قناتنا يشترك الآن ويفعل زر الجرس ليصلوا الحلقات إن شاء الله الخاصة بالبرنامج الرمضاني. ودعونا نتفق أعزائي المشاهدين أنه ما من شيء على وجهه البسيطة إلا ويمكنك أن تملكه بمجرد أنك تؤمن بذلك الشيء، وهذا ما يؤكده المفكر روبرت كولير. ودعونا نتفق بأن هناك حقيقة مفادها أنك شخص طيب وجيد وتستحق أن تعيش العلاقات النوعية، وأن تحظى بصحة جيدة، وأن تعيش حياة مفعمة بالسعادة والبهجة، وأن تحظى بنوع من الاستقلال المالي والوفرة الاقتصادية. وهذه أخي الفاضل من أبسط الحقوق التي يجب عليك امتلاكها في هذه الدنيا. وللأسف الكثير من إخواني الأفاضل يظن أن هذا أحلام أو أوهام أو أهداف غير قابلة للتحقق، ولكن للأسف الحقيقة عكس ذلك، أنه أشخاص كثيرون استطاعوا تحقيق هذه الأهداف والأحلام وعاشوا بوفرة اقتصادية واستقلال مالي. وإنت أخي الفاضل لو حبيت يعني اطلع على سير الناجحين ستجد أنهم كانوا في القاع، بل كانوا في الظلام الحالك، بل كانوا في ظروف أسوأ منك، واستطاعوا من خلال تغيير الأفكار والمعتقدات الخاصة بهم اجتياز تلك المراحل والصعوبات التي واجهتهم، واستطاعوا أن يحظوا بتلك الأهداف والأحلام والصحة والمتعة والرخاء الاقتصادي. ودعونا أعزائي المشاهدين نتأمل في نعمة العقل التي وهبانا الله إياها. هذا العقل أخي الفاضل بيحتوي على ملايين من الخلايا التي يمكن استيعاب ملايين من الأفكار الهائلة والعظيمة. لو أنت أخي الفاضل سمحت لهذه الخلايا استقبال الأفكار العظيمة والرائعة، سوف يكون ترجمتها إلى نتائج وجهود مثمرة. أما إذا سمحت لهذه الخلايا استقبال الأفكار السلبية والحزينة والمتشائمة، فسوف تكون النتائج أيضا سلبية ومتشائمة. عشان هيك بنقول لك أخي الفاضل أحسن استقبال الأفكار الرائعة والعظيمة واللي بتخليك تحقق النتائج والأهداف على الوجه الأفضل. إذن أفكارك تجعلك حزينا أو سعيدا، أفكارك أيضا تجعلك مبتهجا أو حزينا، أفكارك أيضا تجعلك كئيبا، أفكارك ممكن تخليك أخي الفاضل فاشلا أو ناجحا. إذن الأفكار هي مجموعة من المشاعر والاعتقادات والأحاسيس أخي الفاضل اللي بنترجمها إلى سلوكيات وإجراءات، وممكن هذه أيضا تتحول إلى مصدر خير أو شر لك أخي الفاضل. عشان هيك بنقول لك أحسن استقبال واستغلال الأفكار اللي هي بتجي لهذا العقل العظيم. وهناك من علماء النفس إخواني الأفاضل يترجم أن الإنسان هو عبارة عن مجموعة معقدة من المشاعر والأحاسيس والأفكار والمعتقدات اللي هي أخي الفاضل هاي بتكون مجتمعة بتشكل تصرفاته وسلوكياته. عشان هيك بنقول لك أخي الفاضل ارحم نفسك وحاول إنه أنت تكون أفكارك هي مصدر إيجابي، أفكارك هي مصدر سعادة، أفكارك هي مصدر يعني تحفيز لك لتحقيق أهدافك وأن أنت تنجح في هذه الحياة. والحديث يطول أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع، ولكن أنا بدي أختم هذا الموضوع بنقطتين مهمين ورئيسيتين. الأولى أنه أخي الفاضل إذا فكرت بشأن النجاح والثقة بالنفس فسوف يتعزز أدائك ويتحسن، وبالتالي تحقق الأهداف التي أنت تصبو إليها. أما إذا كان تفكيرك بشأن الفشل وعدم الثقة بالذات والتفكير بطريقة سلبية، فإنه سوف يؤدي بك أخي الفاضل إلى تراجع في الأداء وعدم تحقيق الأهداف التي تصبو إليها أنت. لذلك أخي الفاضل حاول أنه أنت تحمل دائما الأفكار الإيجابية والأفكار البناءة واللي فيها تقدم في الأداء وتحقيق للأهداف. ما تحاول ولا تسمح للأفكار السلبية أن تحتل هذا العقل، لأنه هذا العقل هو نعمة من الله، نعمة عظيمة كبيرة إخواني الأفاضل. يجب عليك فقط أن تسمح له باستقبال الأفكار الإيجابية، لأنه هي اللي بتساعدك أنه أنت تنمو وتتقدم وتحقق الأهداف وتصير يعني إنسان رائع وناجح ومن أهل القمة. وبختم حلقة أعزائي المشاهد بمقولة رائعة، أنه ما تحمله من الأفكار هو الذي يشكل مسيرتك سواء بالإيجاب أو السلب. وبتمنى أنه تكون هذه الحلقة عجبتك إن شاء الله بما فيها من أفكار أخي الفاضل، ولو عجبتك ما تبخل علينا باللايك وأنه تشارك في هذه القناة وتشارك هذه الحلقة لغيرك، وأنه تفعل زر الجرس لصلك كل جديد اللي بنرفعه على هذه القناة. إن شاء الله يكون رمضانكم كريم، بتمنى لكم كل خير وكل محبة وإن شاء الله وصوما مقبولا وفطرا هنيئا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.